قناة صقور الجو العربية تقدم لكم طائرات الميراج العراقية تصور إسرائيل ومفاعل ديمون. بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، خرجت القوى الجوية العراقية المنتصرة بجمع من الطيارين ذوي الخبرة القتالية العالية مع أسطول كبير من الطائرات. بعد انتهاء الحرب، واصل العراق جهوده في توسيع القواعد الجوية ومد المدارج وممرات الطائرات العديدة، بالإضافة إلى الملاجئ التي كانت محصنة لتحمل حتى الضربات النووية. كانت المواجهة مع إسرائيل أكثر ما يشغل تفكير الرئيس العراقي صدام حسين. في شباط عام 1989، أعطى الرئيس العراقي أوامر دقيقة للجيش لوضع قطعاته في حالة الاستعداد. في نفس الوقت بدأ الجيش حملة جمع المعلومات لإعادة تقييم قدرات إسرائيل الحربية. ضمن هذا الإطار من العمل، تم إرسال طائرات ميراج من السرب 79 إلى الأردن في شهر آذار عام 1990. وبفضل هذه المعلومات تمكن العراقيون من تحديث خرائطهم العملياتية، مستعملين بود هارولد الذي أعطى العراقيين قدرات تجسسية لأهداف بعمق 70 إلى 100 كيلومترا في العمق الإسرائيلي حسب ظروف الجو والرؤية. وهذا يعني أن القوة الجوية العراقية كانت قادرة على تحديد الأهداف بدقة حتى مشارفة الأبيب في مستوطن ترامات جان، حيث توجد أهم المصانع الحربية وأهم القواعد الجوية. يقول الكولونيل الدباس: خلال التحضيرات لإرسال طائرتي EQ-5 إلى الأردن لغرض التجسس، قمنا بإزالة العلامات العراقية واستبدالها بعلامات أردنية على بدن الطائرة وزعانفها، ثم قمنا بتغطيتها بالأوراق لمنع عيون الجواسيس من رؤيتها. لكن كنا محتاجين لمساعدة الطواقم الفرنسية في قاعدة صدام الجوية لإزالة أنابيب الإرضاع الجوي من الطائرات لجعلها تبدو مثل نظيراتها الأردنية. أذكر أن أحد الفنيين الفرنسيين اقترب مني وسألني: ما هذه الأوراق؟ فأجبته: لا شيء، إنها لا شيء. بعد أسابيع وخلال تواجد طائرات الميراج العراقية في الأردن، حصل خلل فني في إحداها استوجب إعادتها إلى قاعدة صدام الجوية للصيانة. حلقت EQ-5 كل المسافة وصولا للعراق بالعلامات الأردنية. ولحظة وصولها أسرعنا لتغطية العلامات الأردنية، لكني أعتقد أن في ذلك الوقت كان الإعلام على دراية تامة بالعملية كجزء من جهود العراقيين لتحديث طائراتهم وقدراتها القتالية. ومع حلول شهر آذار عام 1990، كان الفنيون في قاعدة صدام قد أتموا العمل على تحديث مهم على الميراج F1EQ5 رقم التسلسلي 45-63. كانت الفكرة هي استغلال الحاويتين اللتين كانتا في الأصل تخزنان إطلاقات المدفع ديفا 30 ملم، واستبدالها بكاميرا أوميرا 35 للمراقبة ذات 150 ملم. كانت الميراج معدة كليا، وتم تثبيت الكاميرات على الجهتين مع تحرير تقنية كبيرة تضمنت نصب بود 42. وبهذه التحديثات كان طيار الميراج قادرين على الهجوم على أي هدف وفي نفس الوقت دون الحاجة إلى طائرات أخرى مزودة بالبود هارولد أو ما يعرف بالكور 2. العراقيون أطلقوا على الطائرة المحورة اسم الهدهد، واختبروها في موقع الحظر بعد أن زودوها بدمى قنابل معلقة بنقاط تعليق. كانت لنا دار، وكان لنا وطن،
ألقت به أيد الخيانة للمحن، وأبذلت فيه إنقاذه أغلى ثمن، بأيدي دفنت فيه أخاك بلا كفن، إلا دماء وما ألم به وهن. مع تحيات قناة صقور الجو العربية.